إكويتي جروب. ديفيد شكرا لتواجدك معنا. طبعا التركيز اليوم كله هو حول الفيدرالي الأمريكي الذي يبدأ اجتماعه اليوم وقراره يوم غد. بداية ما الذي نتوقعه من هذا الاجتماع؟ أعتقد أننا سوف نشهد احتياطي فيدرالي متشدد. الهدف من إعلان غدا هو توضيح أن معدلات الفائدة سيتم رفعها في مارس، وهذا سوف ينهي معدلات الفائدة الصفرية تقريبا، وليس هذا وحان الوقت للتقدم في السياسة النقدية والبدء في عملية التجديد. أيضا في نفس الوقت لا أتوقع أن الفيدرالي سوف يكون متشددا للغاية، وأعتقد الفيدرالي سوف يرسل رسالة واضحة بأنه سيرفع معدلات الفائدة بعد فترة من الترقب والانتظار. إذن الانطباع إجمالا سيكون رفع معدلات الفائدة في مارس، ولكن سيكون هناك رفع معدلات الفائدة مرة أخرى في سبتمبر ومن المحتمل في ديسمبر. إذن سوف يرسلون رسالة بأنه سيكون هناك رفع معدلات الفائدة 3 مرات هذا العام. اليوم الدولار يرتفع لأعلى مستوياته في حوالي الأسبوعين، برأيك ما الذي يسعره الدولار وما الذي قد يفاجئ بعض المتداولين؟ وكيف ترى تصرف الدولار ما بعد اجتماع الفيدرالي؟ لقد ذكرت الدولار الأمريكي عند أعلى مستوى في بضعة أسابيع. علينا أن نذكر أنه في مؤشر الدولار الجمعة الماضي كان متراجعا في شهرين. إذن الارتفاع الحاد خلال الجلسات الماضية هو عمليات شراء على المكشوف، وأيضا كان ذلك قبل الفيدرالي على اعتبار أن يكون هناك تجديد من قبل الفيدرالي، وبعض المتداولين ربما لا يرغبون في بيع الدولار الأمريكي بعد هذه الإعلانات. أعتقد أن ارتفاع الصاعد للدولار الأمريكي كان منذ مايو في العام الماضي، وأعتقد أن ذلك سوف يستمر، وأنا متأكد من هذا الأمر لا سيما بعد انعقاد اجتماع الفيدرالي غدا مساء. وفي اجتماع ديسمبر ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في 17 أو 18 شهرا، وصبيحة الإعلان وصلنا إلى هذه المستويات. دعني أسألك أيضا عن اليورو مقابل الفرنك السويسري الذي اليوم يتراجع، أو مش ليس اليوم، هي تراجعات لليورو مقابل الفرنك منذ تقريبا بداية العام الماضي، إلا أنه اليوم يعني يصل لأدنى مستوياته في حوالي 6 سنوات. ما هو الداعم الأساسي اليوم للفرنك السويسري؟ وهل التوترات الجيوسياسية الأوروبية أيضا هي داعم للفرنك؟ أعتقد أن التوترات السياسية في أوروبا عاملا رئيسيا خلف الحركات الحادة هبوطا في اليورو مقابل الفرنك السويسري خلال 48 ساعة الماضية، وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ مارس أبريل 2015، وذلك لعاملين. العامل الرئيسي في اليورو أو لضعف اليورو هو أن ألمانيا أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، تعتمد اعتمادا كبيرا على الغاز الطبيعي الروسي، والتوترات العالية بين روسيا وأوكرانيا سوف تنتشر إلى حرب، وأيضا قد يكون مؤديا إلى بعض المشكلات في المعروض وعلى الغاز الطبيعي الموجه لألمانيا، وسيكون لذلك تبعات اقتصادية لألمانيا وعلى أوروبا. ومن المتوقع أيضا أن يكون هناك حرب بين البلدين، وهذا ما أدى إلى تداعي الأسواق الأوروبية، والمتداولون كانوا في تجنب للمخاطرة على اعتبار أن ألمانيا تعتبر من الاقتصادات الكبرى في أوروبا، وبالتالي كان الفرنك السويسري هو الملاذ الآمن، وهذا ما أثر سلبا على اليورو وإيجابا على الفرنك السويسري. دعني أسألك أيضا عن الأسترالي اليوم. الأسترالي كان يعني أعتقد أنه قد يستفيد من الأرقام
التي صدرت الاقتصادية وخصوصا التضخم. بدأني أسألك أيضا تحديدا أمام الين الياباني، يعني اليوم نقارن عملة سلع، عملة الشهية للمخاطرة مقابل عملة يتم اللجوء إليها في الأوقات الصعبة، كيف ترى هذا الزوج؟ أعتقد سوف نشهد استمرار للاتجاه الهبوطي الذي نشهده في هذا الزوج. لقد ذكرت التضخم وأرقام التضخم والتي صدرت عند 1.3% بعد توقعات، والتي تشير إلى أن التضخم فعلا هو مشكلة عالمية، وهذا ما سيؤثر إلى أرقام أيضا الأسعار المستهلكين والتي أيضا إذا كان هناك حرب في أوروبا الشرقية، فمن المحتمل أن الفيدرالي سيكون متشددا غدا، وبكل ذلك نرى أن أسواق الأسهم في شمال أمريكا وفي أوروبا تشهد هبوطا، وهناك العديد من العوامل التي تؤثر، وبالتالي ارتفع الفرنك السويسري، والين الياباني أصبح له طلب كبير لأنه يعتبر ملاذا آمنا، وفي نفس الوقت الدولار الأسترالي يعاني بسبب الضعف الذي نشهده في العديد من السلع لا سيما المعادن والنفط. والدولار الأسترالي أيضا عادة ما يكون مستفيدا من المواد الصناعية، إذن أصبح هناك الكثير من النفسية السلبية في الأسواق المالية والتي أثرت على الدولار الأسترالي. أمس تراجع الزوج إلى أدنى مستوى له، واليوم أيضا سيكون هناك تراجع، إذن أعتقد أن سوف نشهد مزيدا من الخسارة في الدولار الأسترالي مقابل الين الياباني. ديفيد مادن محلل أسواق في إيكويتي جروب، شكرا جزيلا لك.